الاتفاق جاء العرب دي مازيغان دي الاطلس يخلق ديان الاراضي السلاليه. الاراضي السلاليه في الغالب تغتاصنص اقطاع القبيله كلها، ولكن تقرر القبيله بان المعني تقيم تابع للوراثه اولا وتمنزي، ثم تقيم اتواثن فقط يعيزن برزيم غارين معنى ذي مغارين وعزت بالحق دي غيون دي الاراضي السلاليه. شي المشكله دي يعرف على دي يعرف على الاقل عرف الوسط الشرق اقليم الناظور اقليم الحسيمه وعن غديش. وإن كان شناء مني غادي لنا في مغاين نغ وخا غاس نتلحق نسنت واثتي وينت أتا عادي مرادة وانت الحق ودي نسنت. إذن شن تيتا وعن دبو ذي عريف نهائي وعن بول الأراضي السلالية، ولكن ديني جنو عن السلالية برا ما تري سلالية، وهي من نادي لنا بأن عايز مري موث فهو نست معايا نجاز نفرق نجالس يسي سنتا دمثنت سراز ذا الفقر دويني قاوتي وانشا وان غجن العدد شما زر وزر شنت مغاث استطاعت والحق الناس زي الوالدين الناس نغز قيث ماس نغز عموميس كذا، وإنما يتيري التقسيم يتيري رجال يايزن برا في المغارب. إذن وخوة غانغ بول أراضي السلالية وارثن تيايزن وها في الحقيقة الشيء نحطها موانغ سلالية ما يميع لأن في المغارب وزدش نتبول حق نسنت. ما معنى وزدش نتبول حق نسنت؟ قال سوحة فاقض روحت يوضع 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 خطورة حتى ثم راح مغا تلحق نص قانسي واحد بيند بعد شو يقفل ما يدس فلان ما هي الإجراءات جات كاميرا توها مغا وغاس بحالة مدنية وغاس كذا وغاس الكويت وغاس كذا ما شاء الله كنت تبين يدس فلان حسن تقل قسمة أزن تقل إيراثة أتقي الدعوة أزن تفاقد أنت أزن تفاقد أموال أنت تستوي نصف حصة الذكاء. يعرف تعيش المدة ذي الفقر وتمت فقيرا انت هو ثوي الحق النس سميت هو ثوي الحق النس إلا بنا غيثماس قررنا الزنزل شنية شان تغدى شان تموات خني ضروري لأن محتم خاصني خصنا تسمع عدني أتنضق باش تيسي الحق النس. أما غير هذا حتى التعيين المعاينة لأن الشي المعروف بأن يوذان في الغالب تجن معاينة شكو يثاق حنا الشيوخ ثيتا وين ذي وين ذي وين ذي، ولكن عمص مغان وخاص حس من المعاينة حس من غاجة يا ريزم قال سوى النقد غميدا. إذن ذي الناحية ما زنش وزغبوش أنت مغاث معاين وماثن كش ناس حق الناس بلا ما تجن قسمة. أما قضية القسمة حاجة نظنية أكثر من هذا لأن ذيني بعد النيوذان وخشن ويقيم نهارا، ولكن لابد غزن السور تغادي إجن إجن العرف قبيح ما العرفة، وهو أن أياز قبل ذي مث إقاس مريك تعلم بطن عارم ومغرج غقرينه ومغرج غضم غادينه إتاري تخطاو النس إذن نزل تخطاو النس يحرم إسيس ما يمي إقاس بأن ذا معثن الشمالة الجغت الحنجين هذا سينو ذا نبارا هذا يفندي وليثنا كثاو وينه ثيتا العقلية يا ما زال دان بعني ودان نهار عال طبقت الى يومنا هذا ذات لا علاقه لا بالشريعه ولا بالقانون. أمنيغ بأن الشمازن وزير تمغاث ذي المعاينة هذا معاين نواو مثلا خما يمثبا بس هذا سين شما قام أو تما أو يمشانيش أو يمشانا يعني في الغالب المعاينة تيرين إلا خو مثلا فقط، ولكن خميدي تقرب الزنزن اللي غادي نقسمها خني
بالسيف خاصنا هذا سكن حق الناس. إذن حتى من ناحية التملك من ناحية الشراء قليل من غاتف الديار في النظم ثم غاس الأملاك الناس صغير ما يمنين لين ثم غاس هو خدم غاس ما يزي غاس عايز مري صغا عما سي السيف ثم غاس قاس شمت ثم غاس واه ما يمنين غاس شما السيف كذير شغل إذن تيك خوايز حتى مري صغا الواحد ثم موعد يخصيتي كثا ونزيد قيت خياح نجان مبرا في وسمين. إذا تيتا معروفا الشغان ذي الريف نوعا العرف وما زال حتى نهار عاد وبالخصوص طمغات مالتي وتخدم مالتي وتخدم معناه وغاس بهمات قسم الناس في الغالب تي غيت ناس في ناس شاق ناس كفوس ظن انت ولا سجن شاء اتمت بلا ما تبغي الحق الناس